الجزائر كبيرة بكم، وحضوركم هو أكبر عيد، فلقد صمنا وأفطرنا على وقفتكم، فبارك الله لنا ولكم. اليوم أقول بأن الاعتقالات وصلت مداها بأرض الأشراف، أرض الجزائر أصبح يعتقل فيها الطفل، ولكن هيهات ثم هيهات إنه يغتصب. فبالمغرب اغتصب حسن بربع، وبالجزائر اغتصب الطفل شتون. الاغتصابات المتوالية هي قتل للإنسانية وقتل للحرية وقتل للعدالة الاجتماعية، لكنها لن تكون قتلا للثورة وللثوريين. أبناء الأشراف والأحرار، حرر الله مسعاكم. وقفنا بالأمس من أجل علم فلسطين، ولكنني اليوم أقول لكم بأنكم رفعتموه على علم الجزائر في رمزية لا يمكن إلا أن يفهمها رجال فلسطين ورجال الجزائر ورجال العالم أجمعين. كانت بالأمس الشرطة الفرنسية حاضرة بقوة ببربس، معقل الجزائريين، معقل المغاربة، معقل كل شاب طاردته أرضه عبر البحر لينجو من الموت، لينجو من الموت وليصل إلى هنا. ولكن الملاحظة اليوم أنه الشرطة الفرنسية لم تحضر إلى هنا. أتعلمون لماذا؟ لأنكم أثبتتم بأنكم شعب سلمي مقاتل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. فاجعلوا من قضيتكم قضية الطفل وقضية الشيخ الهارب وقضية السيدات. أنحني لكم وأقول لكم أمهاتي أخواتي، لقد فرقتم في ولادتكم للرجال، وقوموا بدوركم، قوموا بدوركم برفع صوت إخوانكم المجدوم على قلوبهم بالجزائر. إن كانوا يتكلمون في حرم الجامعة بالجزائر فإن هنا لكم حرية أكبر من ذلك. يعتقلون الصحفية، ولكن قالها سعيد، أخي سعيد قال بأنهم لن يعتقلوا الصحافة. ولنا كذلك اسمين، سليمان الريسوني وعمر راضي، اعتقلوا بالمغرب لأكثر من سنة، والنظام الملكي يريد أن يضيق على كل صوت حر. أتعلمون ماذا يقولون لنا في المغرب؟ يقولون لوصولكم إلى ما تبتغون أشهروا كرهكم للجزائر. بالله عليكم، هل نشهر كرهنا لمن ساندونا بالأمس؟ هل نخون الجزائر لأنها كانت بالأمس واقفة إلى جانب الريف؟ هل ننسى خبز الجزائر ودماء الجزائر وشهداء الجزائر؟ لا والله لا. فالجزائر عالية فوق فرنسا، شامخة فوقنا وفوق رؤوسنا. وعاشت الجزائر وعاش معتقلينا، ورحم الله شهداءكم، وبارك الله في أخوتنا. لا للتفرقة، دمتم إخوة من تشاد إلى الجزائر، ودمتم إخوة من جنوب إفريقيا إلى شمال إفريقيا، بارك الله لنا فيكم. جمهورية ماشي ملكية بطبيعة الحال، وما نريده نحن في المغرب هو إعادة الاعتبار لشعب يقمع. فمسيرتنا واحدة معكم، وقلوبنا واحدة معكم. ما جمعه التاريخ لا يمكن أن تفرقه فرنسا، ونقولها كذلك لإيمانويل ماكرون. ستذهب وستذهب معك الإمبريالية والرأسمالية والأوليغارشية، وسنبقى بفرنسا لسنا راكعين، ولكننا بشموخ أجدادنا بحقنا مطالبين. عاشت إفريقيا. بارك الله فيك، ميرسي، السلام عليكم.